30/3/2013 عملية نوعية لكتيبة ابن تيمية الحراني وجند الشام لواء الإمام الحسين لضرب معاقل قوات الأسد على أطراف قرية عتيبة المتمركزين في بيوت المدنيين. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 30/3/2013 عملية نوعية لكتيبة ابن تيمية الحراني وجند الشام لواء الإمام الحسين على أطراف قرية عتيبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إمساك أحد عناصر قوات الأسد على أطراف قرية عتيبة قناص. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. 30/3/2013 كتيبة ابن تيمية الحراني لواء الإمام الحسين جند الشام. الله أكبر. سيدي سيدي الله ولاك سيدي سيدي الله.